من صباحات العقبة المتكئة مع زوارها وسمارها على وسائد الرمل المنثور على شواطئها، تحية محبة أردنية لكل مشاهدينا في كل مكان. نتواصل معكم في هذه الرسالة لنتعرف على دور الشرطة الساحلية التي أنشئت حديثا خدمة لزوار العقبة ومواطنيها. ومعنا في هذا الصباح الجميل الملازم أول إبراهيم عماد من شعبة الشرطة الساحلية، الذي تحدث حول هذا الموضوع وقال: حقيقة تعتبر شعبة الشرطة الساحلية من الوحدات التي تم استحداثها مؤخرا في جهاز الأمن العام، حيث أمر عطوفة مدير الأمن العام باستحداثها وإنشائها في أواخر العام الماضي، تحديدا في تاريخ 22/10/2007. وكان الهدف من إنشائها هو توفير التواجد الأمني على شواطئ مدينة العقبة، وذلك لتوفير الراحة والطمأنينة لمرتادي وزوار مدينة العقبة وشواطئها، وهو ما يسمى بمصطلح الأمن الساحلي. وإضافة إلى المتابعة الجنائية المختصة من أصحاب الاختصاص وذوي الخبرة، وهم رجال الأمن العام ممثلين بشعبة الشرطة الساحلية، وذلك لما يحدث من إخلال بالأمن والنظام وارتكاب أفعال منافية للقانون ومخلة له، وأيضا لإساءة للآداب العام من قبل أرباب السوابق وأصحاب الأنفس المريضة والمشبوهين. وأنشأت هذه الشعبة كمظهر من مظاهر تشجيع السياحة وترجمة لنعمة الأمن والاستقرار الذي يشهده الأردن على أرض الواقع، وأيضا أسوة بالدول العربية والأجنبية التي تتبع هذا النظام على شواطئها. وتم استحداث هذه الشعبة في مدينة العقبة كنوال يصبح لها امتداد في المستقبل القريب لتغطي شواطئ البحر الميت لنفس الغايات والأهداف، وتكون هذه الشعبة قد أنجزت من تاريخ إنشائها وحتى التاريخ الحالي ما يلي: تم عمل جولات استكشافية لمنطقة الواجب المتمثلة بشواطئ خليج العقبة، أيضا تم عقد دورة سباحة وغطس لمرتب الشعبة لدى مدرسة تدريب الدفاع المدني ممثلا بمركز غوص الدرة، أيضا عقد دورات تثقيفية في الواجبات الموكولة لهذه الشعبة، وبالإضافة إلى أنه يوجد دراسة لإنشاء أبراج مراقبة على الشاطئ، وأيضا أكواخ أمنية لمراقبة ومتابعة الحركة السياحية على الشاطئ. وخليج العقبة يملك من الشواطئ ما طوله 27 كيلومتر ممثلا بالشواطئ التابعة للفنادق السياحية، أيضا شاطئ الغندور، وأيضا الرصيف المخصص لاصطفاف البواخر والسفن في ميناء العقبة والشاطئ الجنوبي. وهناك أعداد كبيرة من القوارب تعمل على الشواطئ المذكورة، وهي تنقسم إلى عدة أنواع. أولا القوارب الزجاجية، تستعمل هذه القوارب من قبل السياح وزوار مدينة العقبة، وتكون هذه القوارب مرخصة لأشخاص ذوي سيرة وسلوك حسن. أيضا قوارب الصيد، ويتم منح الرخص لهذه القوارب، وقوارب خاصة تسمى باليخوت، ويرتادها هذه القوارب أشخاص معينين. وهناك عدة رياضات تمارس على شواطئ العقبة، مثل هواية ركوب الجيت سكي، وهي دراجة مائية، وأيضا دراجة الاي تي في، وهي دراجة ذات أربع عجلات توجد على الشط وتستعمل عليه. أيضا رياضة الغوص داخل الماء، لما يمتاز به خليج العقبة من تجمعات من المرجان وأنواع من الأسماك تمتاز بأشكال وألوان ملفتة للانتباه، وهذا السبب يدعو جميع السياح في العالم لزيارة خليج العقبة. ولا ننسى السبب الرئيسي لنعمة، وهي نعمة الأمن والأمان الذي تتميز به الأردن. أعزائي المشاهدين، من خلال هذه المعلومات القيمة نستطيع القول أن هذا القسم جاء إنشاؤه انطلاقا من استراتيجية مديرية الأمن العام في بث الأمن والطمأنينة لرواد العقبة وساكنيها والحفاظ على أمنها واستقرارها. هذه أجمل تحية، والسلامة الأمنية نتمناها دائما لكل مشاهدينا.